هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى قبل أذان الظهر بخمس دقائق؟ إيه نعم، صلاة الضحى ما لم تحاذي الشمس الرؤوس، إذا حالت الشمس الرؤوس في وسط السماء دخل وقت النهي إلى أن تزول فيدخل وقت الظهر، وما قبل توسطها كله جائز لصلاة الضحى من ارتفاعها قيد رمح إلى أن تصل إلى التوسط فوق الرؤوس، كل هذا وقت لصلاة الضحى. نعم.